لكم التقرير الأول. أحد الأخوان العزيز عليه مصورة فضيحة المذكرات السرية للجيش الكويتي ومواقع تنباع بسوق الجمعة. مذكرات سرية ومخططات تباع في سوق الجمعة من إلى وزارة الدفاع ووزير الدفاع. المفروض هذه الأوراق ما تنباع بسوق الجمعة في السكراب، المفروض تعدم، لكن للأسف ما حد يتحمل المسؤولية. ونقول المستندات من وين تطلع؟ شوفوا التقرير. هذا هني الكتب اللي تشوفونها تابعة للجيش الكويتي اللي أموره سرية، لكن مع الأسف كلها مرمية بالشوارع وبالأسواق، وكل الكتب هذه محظورة. وهذا هني حتى من ضمن الكتب الأوراق السرية زين، والخرائط العسكرية اللي تقول لك منطقة الحشد ومناطق اللي يتواجدون فيها زين موجود هني، شوفوا الأهداف وغيرها. وهذه الخريطة الثانية هم نفس الشيء بعد تعطيك. احنا ما نبي نوضح الأمور العسكرية، لكن هم اللي اكشفوا أسرارهم بتجاهلهم زين بالأوراق، أن هذه مهمة زين ويحافظون عليها. لكن هذا الجيش الكويتي ويعرفون الجيش الكويتي، وكان على رأسهم الشيخ أحمد الخالد، أنك أنت سلمه يا أخي كميات كبيرة من الأمور العسكرية السرية. حتى هذه هني زين تصاريح لدخول مصفات من الأحمدي، وهذا هني هم بعد يقول لك هم محظور أطروحة في جمهورية بالو، الظاهر أنه يبون يغزون ربعنا. هذا هني تشوفون هم بعد هذا محظور زين، تشوفون هني هم بعد ترى الأوراق اللي أنا قاطها وايد اللي مخطوطة باليد زين، واللي مع الأسف تكشف أمور زين سرية خاصة بالجيش الكويتي. هذا كله بسبب عدم التوعية الموجودة زين بالجيش الكويتي، حتى بالمسؤولين مع الأسف اللي ما ينتبهون مثل الأمور هذه. الكتب ما تخرج من أسوار الجيش الكويتي، ما يصير مكانها بالشوارع. من إلى وزير الدفاع ووكيل وزارة الدفاع، ومن إلى الاستخبارات، ومن إلى من الدولة، خذوا الأوراق لا يقضها غيرنا.